الناشي على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو. عسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا 11:16. هذه ألو EFM سبيسيال سونتي باي ميد بوان تي إن، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الإنترنت، وتنجموا زادة تتفرجوا في الإميسيون مباشرة على موقع ميد بوان تي إن وتخليوا الأسئلة متاعكم. موضوعنا اليوم هو فقر الدم، وحاضرة بحدنا دكتورة نيديا جنحاني، طبيبة مختصة في مرض السكري والتغذية والأمراض الاستقلابية. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. كم شهر بارك مبروك. عايشك الله يخليك. دونك دكتورة، احنا اليوم باش نحكيو على فقر الدم، باش نشوفو اسكو فقر الدم ينجم يتحير ولا نفيقو بيه ولا يتقلق اكثر منه العابد في رمضان والا لا. نشوفو منيش يجي فقر الدم هذا، خاطر خلق ربي كل تعرف شنو هو فقر الدم، ماما هو بالرسمي ما يعرفوش شنو هو فقر الدم هذا. احنا هبطنا للشارع التونسي سالناهم شنو هو ديجا فقر الدم، كيفاش نجمو نفيقو بيه، اسكو فيه علاج والا لا، نسمو شنو قالوا نجاوبو. بما انه يعني الانسان في رمضان يولي ياكل براتيكمون مره بركه في النهار، يعني الدم باش يضعف شويه كمان، وزيد فما حاجات يتحيروا منهم فقر الدم، هذاك علاش ماذا بينا معناها اللي عنده الانيميا يشوف الطبيب نتاعو، فماش معناها ما يولي في شقا الفتره ولا في السحور ياكل حاجه تخليه ما يتقلقش، يعني كي يبدا صايم ولا حاجه. حسب ما نعرف لي فقر الدم يخلي الوجه ديما اصفر وخلي العبد ديما فاشل وكل هذيك، علاش ما نصورش معناها كاين العباد تنجم تصوم وهي تبدا عندها فقر الدم، خاطر تنقص نسبه الاكسجين في البدن وحتى نسبه الحديد تطيح، دونك نتصور اللي يفطروا خير معناها، على خاطر تنجم تسبب في امراض اخرى كي تبدا عندك فقر الدم وتصوم وكل، نجم تسبب لك في امراض اخرى تخليك تتعب اكثر وتكون عندك فقر دمك وتولي لك مشاكل اخرى. لطف علينا والكل. الانيمي قلق برشا العباد خاصة في رمضان، يقلقهم برشا الصيام، خاصة ينجموا لا قدر الله يصير لهم كيس ولا حاجة ويدوب ويتقلقوا على الاخر، وفما عباد وسط الموت في جرة الصيام، دونك لازمهم ديما يراقبوا الطبيب نتاعهم وصحتهم، ينجموش يعملوا ريجيم، ما ينجموش يعملوا حتى شيء، كل شيء يقلقهم، مش الماكلة الكل ينجموا ياكلوها، ماذا بهم ديما حاجات تطلع لهم دم وزيت دواياتهم ديما تتبع فيهم، ما ينجمش يتبرع بالدم خاطر يتقلق يدوخ، ولازمهم هما عباد يتبرعوا لهم، ما ينجموش وما يعطيو الدم. فقر الدم هو أنواع، ويكون من عادي إلى ينجم يوصل حتى فقر دم حاد، نجم نعالجوه يعني بتغذية سليمة، من هذا ما حاجات كما نقولوا الحليب المعروف الكبدة، معناها هذوما الحاجات اللي هما يعاونوا، معناها باش يعاونوا على الحديد وكل هذي اللي نعرفوه. نعاود نذكركم اللي موضوعنا اليوم هو فقر الدم، اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. جينيرالمون دكتوره جل العبيد اللي تحكي على فقر الدم تقول لك الحديد نتاعو طايح، فسر لنا انت النظريه نتاع الحديد هذا، فما حديد طايح طالع ولا لا؟ في الميكرو تروتوار اللي هما يقول لك رمضان هي من اكثر الحاجات اللي تقلق فقر الدم، هو فيت مش كان رمضان، معناها حتى اللي نعطيو ريجيم مثلا ناقص في الدهنيات بيان سور، باش نحي اللحم الاحمر، باش نحي الكبده، باش نحي حاجه هذوكم اللي هما غنيين بالحديد الامينيك اللي هو الامتصاص نتاعو يكون سريع جدا، يكون تريز افيكاس بالنسبه للكريات الحمراء نتاعنا. دونك اي ريجيم باش نحي الحاجات الدهنيه الحاجات الحيوانيه باش يسبب فقر الدم، خاطر احنا في مخنا اللي العدس والسبانخ وكل شيء هما اللي فيهم اكثر حاجات فيهم الحديد. هو مش صحيح، لازم حاجه من مصدر حيواني ومصدر نباتي، والمصدر الحيواني هو يكون الامتصاص نتاعو خير برشا برشا برشا. فقر الدم كما قالوا قبيليكا في الميكرو تروتوار اللي يدوخ وفشله ويولي دقه قلب متسارعه، واما فما زاد شو دو شفو، فما تقصف في الاظافر، فما تعب كبير برشا، لا مانك دو كونسونتراسيون. عند شكون نشوفوه فقر الدم؟ بساعة قبل ما نشوفوه شنو هو ديجا فقر الدم؟ هو فقر الدم ونقص الحديد في الجسم. اما با فورسيمون، فما نقص الحديد كفاخ، وفما نقص الفيتامينات كفيتامين بي 9 وبي 12، وفما حاجات جينية نتخلقوا بها، دونك هذوما نلقاوهم كيما دريبانوسيتوز والا
أمراض أخرى معناها هكا جينية باش نلقاهم في تونس مثلا في الشمال الغربي. في الشمال الغربي تلقى عائلات كاملة عندهم تلاسيمي، عندهم غيبانوسيتوس اللي هي حاجة وراثية. يتكون الكريات الحمراء متاعنا صغيرين ونسبة الأم اللي في وسطهم قليلة. دونك هذو ما معنا ما نحكمو فيهم، معناها ما فهميش نقص متاع حديد، ما فهميش نقص امتصاص، هكيك نتخلقوا بيهم. الأعراض مثلا متاع التلاسيمي جوست انانيمي تلقاها في التحاليل وفشلة واحدة دوجه أصفر والكل. أما دريبانوسيتوز مثلا إذا كان أوموزيغوت معناها جاية من البو ومن اللم باش يكون الأعراض متاعها مختلفة، بخلاف الفاتيق والشعر يتيح وبالبيتاسيون دقات قلب متسارعة وقت المجهود والكل، باش نلاحظوا زيدا اللي هما وجع ياسر في المفاصل وقت يبدأ فما اون أوكسيداسيون. شنو معناها؟ معناها فما برد برشا، اون ديزيدغاتاسيون ولا اون انفكسيون. دونك العلاج نتاعها مش باش يكون بالحديد، باش يكون تفادي للأعراض هذوم. ونقص نتاع الامتصاص نتاع الحديد باش نلقاها عند العبيد اللي عندها مثلا، خلينا نحكي لك ساعة نقول لك فما في التحليل نتاع نوميراسيون فورمول سانجين فما نلقاو حجم الكريات الحمراء، يا اما حجم عادي يا اما حجم مرتفع والا حجم اقل من العادي. الحجم العادي باش نلقاوه عند العباد اللي عندهم التهاب مزمن كيما لي مالادي انفلاماتوار كرونيك دو لانتستان، كيما اللي عندهم قصور في الكلي، كيما عندهم امراض مزمنه والتهابات مزمنه. باغ كونتر اللي يبدا عندهم حجم الكريات الحمراء اكبر من العاده باش يكون عندهم نقص في امتصاص فيتامين بي 9 وبي 12. نقص الفيتامين بي 12 فما نسميوها حاجه اسمها انيمي دو بيغمير، فما حاجه كي الريسبتور في المعده يبدا مش موجود ولا يكون تنحى كي نحيو احنا المعده في عمليه لا قدر الله تيومور نتاع المعده، والا اون كا دو كيما نقولوا سليف ولا باي باس كي نقصوا معناها لا سيرفاس نتاع الامتصاص. بالنسبه للنقص نتاع الحجم نتاع الكريات الحمراء فما نقص نتاع امتصاص اوكي باش نلقاو كيما مثلا مالادي سيلياك، كيما اي مالادي انفلاماتوار اخرى، كيما واحد ياخو ماكله تنقص امتصاص الحديد كيما القهوه والتي ياخو برشا حليب، كيما عند الصغيرات مثلا جوسكا لاج دو زون ياخو برشا بيبون. دونك تلقى عندهم نسبه الكالسيوم لاباس، اما هي كم فما كومبيتيسيون في الامتصاص نتاعهم تلقى نسبه الحديد نتاعهم ناقصه. فما اللي يبدأ عندهم مش كان نقص متاع امتصاص، فما اللي بزوان متاعهم يزيدوا كيما لفام انسانت. لفام انسانت عندها الحاجيات متاعها إلى الحديد تكبر. وفما زيدا العبيد اللي يبدأ عندهم انسينيومان يعني خسارة للدم في حاجات معينين عند المرأة في اللي منسترياشن في اللي رجل متاعها. عند الراجل نخافوا اكثر، سورتو يجينا راجل مثلا عمره فوق 60 طن يتكيف، عنده في العائله شكون عنده دي بوليب معناها ثلالات في المصانه الخشينه ولا عنده قرح في المعده، وقتها طول نمشيو للدكتور نتاع المعده يعمل لنا المنظار العلوي والسفلي باش نعرفوا المصدر نتاع خساره الدم هذه. نقولك ساعات فقر دم كي نشوفوه عند المراه بليزومو نجمو نفهموه نعرفوا عليه، اما اذا كان لاحظنا فقر دم عند الراجل يلزمنا ناخذ الامور بكل جديه وبكل حزم. بكل حزم، خاطر عند المراه ما نتفاجعوش، عند الراجل نتفاجعوا. عند الراجل نقولوا له توا توتسويت تمشي تعمل الاكسبلوراسيون نتاعك، نقيسوا نسبه الحديد ونسبه المخزون نتاع الحديد وقديش الحديد قاعد يتشد في الجسم. ما فما ترانسفيرين وفيريتينامي ذوك المخزونات نتاع السكر في الدم نتاع سامحني الحديد في الدم. نسيتها بالسكر. ليه يقول قال دكتورة اسكو فما فقر دم خفيف وفما فقر دم كيسح شوية حاد شوية خلينا نقول وإحنا وإلا لا وإلا فقر دم واحد عند الناس الكل؟ هو الكل فقر الدم اما بيان سور بنسب متفاوتة، مش كيما واحدة عنده الهيموغلوبين 9 مش كيما واحد عنده الهيموغلوبين 11 معناها نجمو اون لو توليغ ان بو. اما كي يبدا فقر الدم حاد اللي هو كيما حكينا قبيلي كدريبانوسيتوز باغ اكزومبل اللي هي من المكونات جينيه نتاع الكريات الحمراء وتصير اون ايموليز معناها يتكسروا الكريات الحمراء تماما وقت تصير اون اوكسيداسيون مثلا تعرض للالتهاب ولا تعرض ديزيدغاتاسيون ولا حاجه يولي الكريات الحمراء ينزل المستوى نتاعهم بطريقه سريعه جدا ويعملوا وقتها قلق كبير. دونك سي اون اورجونس تولي اون ايموليز سي اون اورجونس.
به كيفاش نجمو نتفاداو فقر الدم هذايا ولا نعالجوه ولا فماش تدابير وقائيه فيه؟ ديما العلاج نتاع الانيميا هو العلاج نتاع السبب نتاعها. اذا كان فما نقص في الامتصاص كيما لي مالادي سيلياك باغ اكزومبل نوليو نحيو الجلوتين من الماكله نتاعنا دو فاسون اللي لي فيلوزيتي انتستينال يرجعوا يتكونوا ويكبروا ويرجعوا يقوموا بالدور نتاعهم كيما يلزم. دونك يعاود يرجع الامتصاص عادي. للعبيد اللي تاخذ برشا قهوه وبرشا تي وتاخذ مثلا دراع معاهم ولا تاخذ سوجا ولا افوان ولا حاجه اللي هما ينقصوا من الامتصاص نتاع الحديد نحاولوا نقولوا لهم الحاجات هذوكم نبعدوهم على الماكله نتاعنا اللي فيها مصدر للحديد على الاقل ساعتين باش ما يصيرش كومبيتيسيون في الامتصاص نتاعهم. وإذا كان واحد عنده لقدر أنيلسير معناها تقرح في المعدة وإلى دي بوليب في المثانة الخشنة بيان سور هذوك باش نعالجوهم. إذا كان المرأة الحبلة الاحتياجات نتاعها نتاع الحديد تزيد باش نعطيوها من سوبليمونتاسيون فيتامينيك. وفما توق برشا يقولوا لي الحديد يقلقنا يعمل لنا كونستيباسيون يعمل لنا غاز والكل. قبل صحيح فما كان هكاك حديد يقلق، توا تطور العلم الحمد لله فما حديد ما يقلقش بالكل وما يتعرضش حتى مع الاكلات اللي احنا ناخذ فيها ما يصيرش كومبيتيسيون معناها. واذا كان واحد عنده دريبانوسيتوز يلزم ما يخوش ما يبعد على حاجه اللي تسبب ديزيدراتاسيون اللي تسبب التهابات على البرد برشا باش ما يصيرش اونيموليز. وإلا فما زادة حاجة أخرى كيما ديفيسيت أون جي سي بي دي زادة من الحاجات الوراثية يسميوه الفافيزم على خاطر يعملوا إيموليز تكسر الكريات الحمراء نتاعهم إذا كان ياخذوا حاجات مؤكسدة كيما الفاف كيما الفول. دونك ديريكتومون تلقاهم يعملوا إيموليز كبيرة على الأخر دونك ليفيكسيون تفادي بعض الأكلات اللي تسبب الأكسدة هذيك. بوغ لا تالاسيمي ولا حتى الامر الاخرين تريبانوسيدوز والكل نحاول ما ناخذوش من الاقارب نتاعنا برشا باش ما يصيرش معناها بروفيل هوموزيغوت معناها كيبدا هيتيروزيغوت معناها خذى ان سول برا من الادين نتاعو فيه المرض هذايا ما يخوش لو دوزيام باش الاعراض ما تكونش ياسر حاده. داكوغ. وبالنسبه لنقص الفيتامين بي 9 وبي 12 انت هو السبب نتاعو. طبعا مثلا نقص فيتامين بي 12 مش باش ناخذوا حديد باش ناخذوا فيتامين بي 12 اما تتزرق في العضل ماهيش تتشرب على خاطر ديجا فما مشكله نتاع امتصاص. وفيتامين بي 9 باش ناخذوا فيتامين بي 9 الحديد وين موجود؟ قول لك المصدر الحيواني اللي قلنا عليه. المصدر الحيواني قلنا كبده اصفر العظم لحم احمر موجود اكيد في حاجات اخرين معناها كما قلت العدس ولا سبنيخ ولا معتسكي اخضر موجود برشا اما ديما لازم نفضلوا المصدر الحيواني على المصدر النباتي. علاش؟ خاطر الامتصاص نتاعو يكون خير سي لو فير امينيك الاخر لو فير نون امينيك دونك الامتصاص نتاعو ما يكونش بنفس الطريقه وبنفس الفاعليه ك الفير المصدر الحيواني. باهي. والفير هذايا نجمو ناخذو قد ما نحبو دونك المصدر نتاعو حيواني ولا نباتي كيما نحبو احنا ما يضرش. باش يضر كما قلنا قبيديك العبيد اللي عندهم شحم في الدم مش نقولوا كل نقولوا لهم كلوا اللحم العلوش والبقري اغوغو كلوا الكبده اغوغو باغ اكزومبل لا فام انسانت مش نقولوا كل الكبده اغوغو باسكو فيها الفيتامين ا كي كلك بار اون ايسي ديفيتي عند المراه الحبله. دونك نحاولوا نعطيوها بلوتو اون سوبليمونتاسيون فيتامينيك ولا نعطيوها اللحم الاحمر. انا عندي لي سوجي اجي الحقيقه نعمل سوبليمونتاسيون معناها اون بريفير شحم في الدم يكون معدل ونعطيوه سوبليمونتاسيون خير ما نقولوا له انزل على اللحم الاحمر باش طلع الحديد نتاعك. باهي. اذا كان طلعنا الحديد اكثر من اللازم يضر البدن ولا ما يضرش؟ في بعض الحالات وي. في بعض الحالات وي خاطر يصير دي ديبو او نيفو دو فوا. دونك يفو ميو يكون معدل. خير الامور الوسط معناها. باهي. عندك نصائح اخرى قبل ما نمشيو للتليفونات ولا حاجه اخرى نجمو نزيدوها؟ عند الصغيرات. اي الصغيرات ديما احنا نعطيوهم بيبرون اغوغو قد ما يحبوا. ولي دونك لازم ان سارتان اج ا بارتير دو ان 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 اي دمي نقصوا لهم نومبر دو بيبرون باش نجمو نسبه الكالسيوم والفير تكون فيها توازن خاطر اذا كان نكثروا من الكالسيوم باش يكون فما اختلال في التوازن بين امتصاص الكالسيوم والفيغ. دونك ا بارتير دو سيت اج لا نوليو نقصوا عدد لي بيبرون عدد كونسوماسيون تاع لي برودوي ليتي وندخلوا لي زاليمون الاخرين. دونك ان ان اي دمي نبداو نقصوا.
باه اوكي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. عاود افكركم اللي موضوعنا اليوم هو فقر الدم وحاضره بحضنا دكتوره ناديه جنحاني طبيبه مختصه في مرض السكري والتغذيه والامراض الاستقلابيه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالمتكم 31 380 ألف. اي اف ام احلى راديو. نبداو مع اول تليفون من مروج. معنا صابر. صابره خلط لي صحيح للسماي. مرحبا سي صابر. صباح الورد سيدي. مرحبا رمضانكم مبروك وان شاء الله احلى نهار على المستمعين افلام رديم. عايشك بارك الله عايش فيك سيدي. مرحبا تفضلي. لا انا حبيت ندخل معك بالله على خاطر انا عندي نورمال بنوته فهمتني بالله عمرها عامين ونص. ايه متقلق من حكايه فقر الدم فهمتني. انا بورتون عندي دو موا تو مليازيت عديت عليه فهمتني خاطر سيدي جا تشرب بيبرو برشا فهم. انا حبيت نسمع كلام الدكتوره خاطر تشرب بيبرو برشا. ايه بورتون نحل البيبرو تبكي فهمتني. مشيت عملت لها تحليل فهمتني طلع عندها فقر الدم. قال لك مالوريزمون لازم تبعد على البيبرو على الحليب لازم تاكل الماكله فهمتني. وعطتها دواء فهمتني دواء زي سيروم من غير ما تسميه دواء سي اي من غير ما تسميه ما هو سيروم فهمتني. قبلت نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث فهم. اما بعد فرطو ما عادش تحب تقبل فهمتي كذا ورجعت نفس الحكايه بيبرو بيبرو ما تعطيهاش بيبرو تبكي فهمني. الماكله ما تاكلش ماكله جمله وتفصيل فهمني. ما تقدر نباتيه تحب شويه كحاجات حتى تخفيف فهمت كذا. اما بورتو الحم والحكايات هذه ما تاكلش فيهم جمله وتفصيل. حبيت نسال الدكتور فهمتي لا مش حاجه يعني فهمتي لا نجم نعالجوا بها الحكايه هذه فهمتي لا قبل ما يفوت الفوت ولا ما نعرفش ازاي بالضبط. باهي دكتور شفت كي بحكينا قبيليك لي زونفون ان سيرتان اج يولي سي كريتيك قداش ندخلوا لهم برودوي ليتي وقداش نعطيهم حديد. كما هي ما تاخوش في مصادر الحديد الاميني الفير ايبينيك فورسيمون باش تعمل اون انيمي. دونك سي فري باش يقعد البيبرون نتاعها باش ما تقعدش متقلقه كيما قال تقعد تبكي والكل يعطيها البيبرون نتاعها. مي اون ميم طون نركزوا على المصادر الحيوانيه دونك تولي يعملوا دي بوليت دو فيونت معناها حاجات ينجموا يقبلوهم الصغار. البرودو يحلها في وسط الكبده ولا يحلها في وسطها اللحم نلقاو مصادر اخرين. معناها يلزمنا ابسولومون اون جير سا اسيتاج خلاص سينو تولي الانيمي تقعد على دويم وتاثر على النمو وتاثر على شعر وتاثر على كونسونتراسيون اون كلاس. معناها عندها تداعيات ما نستهلوش بيها. ينجم البيبرون تاع الحليب يبدلوا حاجه اخرى يغشها بيه ما نعرفش ميل برودو باغ اكزومبل ولا اي حاجه في بلاصه الحليب باش هي تعدي مادام هي شدت البيبرون هي اللي تحب عليه مش الحليب نتصور. هو بلوتو برودو خاطر باش يبدا في وسطو اللحم مرحي. اي خاطر كان ميل برودو مش باش تعدى كما يلفو الحديد معناها. فهمتك. دونك في وسطو يبدا اللحم ولا كبده ولا حاجه يكون خير. والعظايمه زاد الصبيح في فطور الصبيح بوكو با. نجم ياخذ عظايمه فطور الصبيح يعاون. عندكش طريقه نجم نحيلها البيبرون؟ هكاكا سي لابيتود. يولي يعطيها ياغورتا باغ اكزومبل ولا حاجه يشبحها. De façon, elle ne demande pas de biberon. Biberon, elle est chez les choses. Il y a soit une habitude, soit il y a une chaîne de bébé. Donc, il y a des choses qui sont très bien. Donc, les besoins sont très bien. Je suis très bien. Bien. Tu as un peu de choses qui sont très bien. Oui, normalement, en principe, il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. فهمتني تحب الحاجات هذو. اما بالنسبه للحم والعظمه هذيا هو المستحيلات السبعه. والبنيه اللي عندي كان قالت ماما على البيبرو سي بون يعني ما عادش فما حتى ماكله جمله وتفصيلا فهمتني. هذه هي حبت نفهم المعلومه الاكثر الاقل. فما حاجه تنجم تعاونها بها احنا نسميوها لو لي دو بول. لو لي دو بول دونك الحليب نحط في وسطه عظمه ما تفيقش بيه. الحليب الحليب وين؟ الحليب تحط في وسطه عظمه عظمه لا ما تفيقش بيه. تحط لها فيها معناها اي حاجه معاها باش تحليه باش تبدل مطعم شويه ما تنجم تشربه. ما تزعفوش بالعظام ناي كيكا ما تفيقش بيه كي ترحاب الميكسر ما تفيقش بيه. اي ويعطيها او موان شويه حديد. بيه سي فري باش تصير كومبيتيسيون بين الحديد اللي في العظمه والكالسيوم اللي في الحليب. مي بون سي اون با لو شوا سعيد دونك المخرج ابارامون ضيقت منه قالت لي بنين على الاخر وي دونك برا وبازي المخرجه كبرت عليه دونك ما شاء الله تخدم عندنا. انا خديناها كيكا لي دو بول اسمه لي دو بول باسكو يكونتيان نوف معناها. مي من بعد فو هكا طورناه شويه نحينا منه العظمه عفوا. باهي يعطيك الصحه دكتوره ان شاء الله ربي يفضل لك سي صابر. نمشيو لتونس معنا اميمه. مرحبا بك اميمه.
عسلامة أختي هجرة. عسلامة مرحبا للا تفضل. باكو مبروك يعيشك. بربي حبيت نسأل الدكتورة على فقر الدم وفات. نعرفش أنا نجم يكون عندي فقر دم نجم يكون ليه، باش نحكي لها سختو شنو نحس وهي تجربة تنصحني. بقفو مش ديما، ساعات نحس بدوخة معناتها نولي معاش حس روحي عندي برشة تعب ودوخة، نطلع الدروج نبدأ نلهس جيني هكا كاين وراسي يبدا يدور والكل ما نرتاح الا ما نتكى شوي، ما نعرفش الماكله ناكل مريقل معناتها مانيش هكا نوعيه ناكل شويه ولا حاجه، ناكل بالبيه سواء الصباح سواء في الليل الكل. سختو اكثر حاجه تقلقني اللي هو تحس روحك تعب ما تنجمش تمشي ما تنجمش تعمل حتى افور زايد، تشدك كيما الفشله وما ترتاح الا ما معناتها ما ترقد ولا تبقى بيريود فهمت ثلاثة أربع ايام وبعدين باش ترجع باش نرجع عادية. نعرفش أنا شاكيد قلت بليكشي فقر دم بتدخل هكا ساعات يتيح ولا حاجة وإلا مربوط بحكاية أخرى بتدخل تعب بيتها برشة خدمة برشة ستخيس بي من أعراض هي فقر الدم أنه تكون فاتيك كبيرة ولكن ما باش تعمل مجهود يولي دقات قلب متسارعة ان في دقات القلب علاش باش نزيدو نسبة الأكسجين اللي توصل للجسم نتاعنا. دونك الأنيمي تنجم تكون من الأسباب متاع التعب هذايا مي نجم يكون نقص متاع دوتخ فيتامين. أول حاجة فيتامين دي احنا نراو فيها برشا عبيد عندهم فاتيك انتنس بالنقص نتاع الفيتامين دي، ينجم يكون دوتر فيتامين ناقصين كما قلنا بيتا صعباتنا برشا فيتامينات لازمنا نفقدوهم. في الحاله هذه الحقيقه لازم تمشي للطبيب باش يعمل تحاليل يشوفوا شنو المصدر نتاع النقص لاكارونس كلا كيما ينجم يكون مرض اخر معناها حتى ليبوتيرويدي باغ اكزامبل تعمل سو جون دو فاتيغ. دونك لازم فريمون ان بيلان بور فوار شنو السبب. وان بلوس اذا كان عندها ديغيل اباندونت يقعدوا لها اكثر من 4-5 ايام دونك من مصدر اللي نقص نتاع الحديد شهريا دونك اللي يسبب لها انيمي ا لون تير. دكتور اسكو ما بين الاعراض نتاع فقر الدم فما برشا عبيد يقول لك مثلا سقايا ديما باردين ايديا ديما باردين، اسكو ينجم يكون من الاعراض نتاع فقر الدم ولا لا؟ والله با فريمون Par contre, drépanocytose, par exemple, les cotes qui ont été faites, 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 les cotes qui ont été صعيب شوي. par contre l'hypotension نجم تعمل هكا يحسوا هكا دوخة ويديهم بيردين ساقيهم بيردين سي l'hypotension en général ينجموا يخلطوا بينتها وبين فقر الدم. ديجا باش نقول شنو نسالك اسكو فما علاقة بين l'hypotension سي نقص الفوليمي دونك مربوط بالكمية الماء اللي نشربوها ومربوط بنسبة الملح اللي نتناولوها. par contre l'anémie سي نقص الحديد او بي 9 او بي 12 كما قلنا. ماك تعرفين خاطر جوجل نلقى فيه برش حاجات فم دونك نستغل الفرصه كي جيت بيه خاطر الاعراض هذه نلقاها انا على جوجل وكيفهم هما زاد باش يدخلوا على جوجل ويشوفوا يقول لك زاد اسكو فما العبيد اللي يطلعوا لهم دي زافت في لسانهم برشا اسكو نجم يكون سيني تاع فقر دم ولا لا؟ السيني تاع فقر الدم لو بيرلاش باغ اكزومبل مثلا شفت بدا من هنا ومن هنا مهريه هذيك بارمي لي سيني دون انيمي والا السيني بدا ياسر ارتب معناها بارمي لي سيني دون انيمي. حتى ساعات في البلعان فما مشكله في الاوزوفاج ينجم بارمي لي سيني تاع الانيمي. اما لي زافت هي اي حاجه تمس المناعه بما فيها الانيمي تنجم تعمل دي زافت. بي اسكو نجم تعمل وجع في الصدر ولا لا؟ تعمل تعب في الصدر باسكو يحب يعمل مجهود اكثر من العادي باش ينجم يوفر نفس كميه الاكسجين دونك ينجم مش وجيع ان فيت في الصدر. العبيد اللي عندها مثال مشكله في الشرايين نتاع القلب يبدا عنده انيمي دونك القلب يسوفر باش ينجم يضخ الدم كوريكتومون وينجم يوفر الاكسجين اللازم دونك فورسيمون باش يعمل وجيعه في الصدر. اما العبد عادي صغير جان ما عندوش مشكله في القلب وكل شيء باش يحس بلوتو دهشه وتعب وبالبيتاسيون دقات قلب تسير هكا. به هو دكتوره نعرف لي فقر دم اذا كان ما تعالجوش نجم يتسبب في مشاكل في القلب قديش تقعد الفتره هذيك باش يوصل فقر الدم انه يعمل مشاكل في القلب؟ خاطر انا متاكده اللي العبيد اللي يسمعوا فينا توا تلمو يفما برشا امراض ولا بليزو ما يسمعوا بها ولا يعرفوا يستهنوا به يقول لك انا مش جايب فقر دم شو عمل لي انا مشاكل في القلب
ويستهينوا بالحكايه ما عندك فقر دم نسكن فمش واحد ما عندوش فقر دم يقول لك فهمت دونك لا يستهين يستهين به لا يداويه لا يدور به لا يصلحوا لا يركلوا اموره ويخليه أيوه. حتى لين يعمل المشاكل هذه. شفت قبيله قلنا على الراجل كيفاش نتفاجئوا كي يصير له فقر الدم نشوفوا طول فماشي ثلالات في المصانع الخشينه فماشي قرح فماشي حاجه فما نوع من الانيمي اللي الكريات الحمراء يكون حجمهم عادي جست انيمي المصدر نتاعها شنو نخاع شوكي معناها النخاع الشوكي ما عادش يفرز اسي دو جلوبول روج وهذا ينجم يكون نوع من الامراض السرطانيه دونك ما عمرنا ما نستهينوا بفقر الدم والمشاكل نتاع القلب اوسي على خاطر كي بدا انيمي بروفونت الفا ديكومبونسي اون كارديوباتي معناها تزيد التعب القلب اكثر يعمل اكثر مجهود دونك فورسيمون العضله نتاع القلب تولي تتعب رابيدمون وقداش تاخذ وقت باش توصل للمشاكل هذه نتاع القلب هو باش نوصل نعملوا انيمي لازم 120 جور علاش على خاطر التجدد نتاع الخليه نتاع الكريات الحمراء لازم 3 شهور هذاك علاش دايور كي واحد باش ياخذ سوبليمونطاسيون اون فير سي مينيموم دو 3 موا باش ترى النتيجه من بعد تصلح ولا ما تصلحش فهمتك باهي يعطيك الصحه دكتوره نمشيو لتونس معنا منال مرحبا بك منال الو الو عسلامه عسلامه منال مرحبا عايش ميرسي ربي يخليك ربي عسلامه دكتوره صح عسلامه باش نسال انا سيلياك اي عندك ملادي سيلياك اي عندي ملادي سيلياك باهي اخسر منال كان تسمع فينا من الراديو سكر الراديو واسمعني كان من التليفون باش نجمو نسمعوك بالكدا ونسمعو بعضنا فرد وقت خاطر بالراديو تسمعني بالروتار تفضل منال الو بي ذهبت وسوف تعود هي منال ما يا بريوري حسب ما فهمت من الاسئله تحب تسال هي اذا كان عندها مالادي سيلياك وانيميك شنو الحاجات نجم تاكلهم ولا تبعد عليهم باش نجم تستحفظ على الصحه نتاعها بالنسبه للمالادي سيلياك فما 3 فولي دابور فما مكملات غذائيه نتاع الحديد فيهم جلوتين وواحدين ما فيهمش دونك لازم تثبت لي سوبليمونطاسيون اون فير دوي مكتوب عليه سون جلوتين هذه حاجه الاولى خاطر نجم تاخذوا هذيك باقي يسبب في تنقيس شعيرات نتاع المسار نتاعنا دونك ما يصيرش امتصاص كما يلزم ثاني حاجه كيف تبدا هي الريجيم نتاعها ماهوش بيان ريسبكتي مثلا تاخذ في حاجات فيهم الجلوتين دونك فورسيمون الامتصاص نتاع الحديد باش يصير اقل برشا من العادي دونك باش تقعد الانيمي لا ترين تقعد ديما عندها الانيمي كلكو سوا ثالث حاجة باش نقول لكم عليها اللي يبدا عنده مالادي سيلياك ينجم ياخو اللحم والدجاج والعظم كل شيء توسا اي بيرمي اما المهم يكون خالي من المصبرات مثلا الحاجات المصبر كيما باش تشري مثلا من البرا لحم مفروم يفو ميو ايفيتي خاطر تعرف شنو فيه كعابر لحم البرا يفو ميو لي تعمل في الدار. لحم مفروم من عند الزازار نورمال يبدا يبدا مفروم قدامها اي مفروم قدامها اي افكتيفمون معناها اي حاجه لومبالي معناها صحيت لومبالي اي حاجه لومبالي لي صحيت والا الحم باني لي خاطر فيها الفرينه من برا دونك ما تبين الحاجات اللي فيهم مصبرات ولا فيهم فرينه من برا ولا ريسك باش يبدا فيهم ملونات مخثرات هذو ما كل اون ايفيت مي اذا كان الحم عادي ولا عظم ولا واحد يا وكم خبلين بالعكس ود النهار نقولوا اكزاكتومون تاع النهار بي منين رجعت لنا نور لا ما عودتش مشيت مرة أخرى نور عنا تليفون واحد آخر بي سينون دكتورة أنت من بكري قلت العبيد اللي ناقصين فقر الدم احنا نعطيهم بش حاجات باش ينجموا يزيدوا الفقر الدم نتاعهم انت تعرف جينيرال ما العبيد توا ولاو مغرمين برشا باللي كومبليمون اليمونتير وياخذوا فيهم على زي راسهم على كيفهم على طول المدة اللي تساعدهم هما دونك ساعة خلنا نفصلوا الموضوع اسكو في خاطر فما حاجات يدوني فما نجموا ياخذوهم وحدهم فما حاجات لي اما فيك احنا ما شاء الله علينا توينسا معناها خلوا تجارب كما تحبوا خذ كما انت فما نفصلوها فرد المر عندهم الحق ديجا ياخذوا وحدهم والا لي وكيفاش ينجموا ياخذوهم لي كومبليمون اليمونتير هذوما باش ينجموا يحسنوا بليزومون الفير نتاعهم هما من المستحسن ما ياخذوهمش من راسهم يشاوروا طبيب نتاعهم ديجا باش يشوف السبب نتاع الانيمي اللي عندهم وكما قلت لك واحد عنده مالادي سيلياك واحد ما عندوش تعطي حديد لهذا ما تعطيش لهذا فما مصادر نتاع حديد مختلفه مشكل الحديد فما لاسبيرولينوسي ستون الغ مارين فيها لي زوليغو اليبان الكل فيتامينات الكل وخاصه الحديد المورينغا اوسي فيها الحديد دونك هذاك سي طبيب هو اللي ديسيد شنو اللي باش يعطي بالنسبه للمريض نتاعو على حسب الاعراض اللي عنده على حسب السبب نتاع الانيمي
وكما قلنا فيتامين بي 12 العلاج الوحيد نتاعها هو ديزانجيكسيون انتراموسكولير نتاع فيتامين بي 12 شهريا. معناها ما تاخذش من راسك، ما تاخذ حتى شيء من راسك. نو ريان، مش على كيف. اي مش على كيف، مش خاطر لقيتو في جروب من الجروبات مش خاطر شعري طايح نمشي ناخذ حديد، ولا ضوافري مكسرين نمشي ناخذ حديد، ولا صحيت لازم بالتحليل وطبيب هو اللي يشخص السبب نتاع الانيمي باش نجم ناخذ ان تريتمون. باهي، يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتىكش النصف النهار. اليوم نحكيو على فقر الدم. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 1000. حاضره بحدينا دكتورة نيديا جنحاني، طبيبه مختصه في مرض السكري والتغذيه والامراض الاستقلابيه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 1000، ما تبعدوش بعيد، انا راجعين مع هاجر الحناشي على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتىكش النصف نهار. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 1000. موضوعنا اليوم هو فقر الدم، وحاضره بحدينا دكتوره نيديا جنحاني، طبيبه مختصه في مرض السكري والتغذيه والامراض الاستقلابيه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 1000. اختي عبير في التليفون، ناخذوها دكتوره. مش اختي راي معي. نقولك وبعدها نحكي على النساء الحوامل ومع فقر الدم. عبير مرحبا بيك. أنا عسلامة. تفضل عبير. والله أنا حبيت تسأل الدكتور، أنا كنت محلة عمري 40 سنة. 40 أنا مالي صغيرة، أي 40 أي مالي صغيرة، عندي فقر الدم. أنا سناخد شيء يسمعها كنت يرجع لي يطول يرجع قلقني، معناها صايح شعري بالرسمة باقي تتكسر تجيني الدوخة، ولكن في واحدة ما عادش نتحلل تجيني الحالات هذيك نرجع ناخذ دواية. حالات نزيف نتاع شنيا اللي يجوك عبير سامحني؟ يجوك وديني الدوخة. اي انت قلت يجيبني حالات نزيف، نزيف نتاع شنيا؟ نتاع العادة؟ مش نزيف، مش نزيف. هذيك العادة الشهرية تجيني لما حالة كثير قوية. اي باهي. اي انا نحس بروحي دايخة، شعري يصير شيء كبير، حتى ما عنديش ضعف، معناها تكسر ايديا تكسر، نتعب نتعب، نمشي في دروج ولا نمشي مسافة معناها نتعب. بدفع لي. معنى انت ديما تاخذ الدواء تبرا ومن بعد ترجع يعاود يطيح لك فقر الدم مره اخرى هكا ولا ليه؟ ما تحب تعرف علاش؟ اسمع اي اسمع لي بلا ثم تدعسات من غير ما نسمي ودويتا. لا لا تبني جيها هكا في قلبي كاني ثبتها هكا في قلبي بيدي. لما نعم باش نتمهد باش نتمهد. ندفع ليك. باهي انت جاوبك الدكتوره. به حبيت نقول لك اللي فما اسباب نتاع فقر الدم اللي هي تتعاود كيما مثلا لي زيموراجي جانجيفال، معناها سينيومون في لي جانسيف في اللثه هذوك ما يتعاودوا، كيما اللي يبداو عندهم البواسير لي زيموغويد العذر العذر هذوك ما ينجم يعمل انسينيومون ديما دونك والمريض ما يجيش لبالو يقول لك بيا خسرت شويه دم هذيك مره في القداش اما نجم دي سينيومون ما يفيقش بيهم على طويل ينجم يقلق صحيت لي مالادي انفلاماتوار كرونيك دو لانتستان التهابات المزمنه نتاع المسارن ينجم يعمل ان تي سينيومون اشاك سيل كل ما يدخل كل ما يهبط شويه دم. نسي اللي عندهم العاده شهريه برشا والا اللي عندهم لي فيبرو، خاطر الفيبرو شنو هو؟ كعبوره في وسط الوالده دونك سوبرفيسي نتاع نتاع لوندوميتر معناها قداش الكيساء الداخليني نتاع الوالده باش يكبر دونك فورسيمون يصير انسينيومون اكبر دونك لازم تمشي للجينيكو نتاعها يشخص الحاله يشوف اسكو فما مشكله هرمونيه والا مشكله في اللحميه نقولوا واحده لي فيبروم اللي عندها يلفو لي تريتي خاطر اذا كان يتبوا في نزيف والا مثلا اذا كان قبل سن الياس ينجموا حتى ينحيوا الوالده بالكل اذا كان يتسبب في نزيف واذا كان بعد سن الياس يولي يخموا في الامراض السرطانيه ولا يتفقدوا. فما سؤال سيغد اخر دكتوره يتعاود يقول لك انا احنا جينيرالمون نربطوا ديما فقر الدم في في مخاخنا معناها اللي هو مربوط بالماكله. يقول لك انا فما عبيد انا فماش حاجه ما ناكلهاش ما انشرتش معناها في الماكله وهذيك سا كل ما نعمل تحليل نلقى روحي عندي فقر الدم. شنو السبب علاش؟ كما اللي قال لك راني نشرب برشا حليب وديما عندي نقص في الكالسيوم ولا عندي نقص في الفيتامين دي والكل سي شنو قاعد تاكل معاه اون باراليل. دونك انت تاخذ كيس حليب في وسط قهوه باش نحي امتصاص نتاع الكالسيوم اللي فيه
كيما الحديد كيف كيف كي تاخذ معاه حليب بزيد ولا تاخذ معاه قهوه بزيد ولا كاكاو ولا سوجا ولا افوان ولا دراع ولا حاجه باش ينقص في الامتصاص نتاع الحديد اللي فيه دونك سي فري كو اللي يبدا ياكل من كل شيء باش يبدا خير ملي ما ياكلش اما زيد ينجم بطريقه غلطه صحيت معناها حتى الامتصاص نتاع الحديد نتاعو يكون مش صحيح باه هذيك صح دكتوره هي تو نحكيو دكتوره على المراه الحامل وبارابور اللي هي وفقر الدم المرأة الحامل لازم نعرفوا كي نلقاو عندها اون انيمي معناها نقص في نسبة الهيموغلوبين في الدم ممكن تكون اون انيمي دو ديليوشن خاطر الفوليوم نتاع الماء عند المرأة الحامل باش يكون اكثر من العادي دونك مش من الاول باش نقولوا راهو عندها فقر الدم وعندها لازمها سوبليمونتاسيون اون فير ولكن ابارتير دو دوزيام تريمستر ثوازيام تريمستر اي وقت لاتمون سورتو اللي برشا نساو هذيا ياخذوا سوبليمونتاسيون اون فير وقت الحبيله وقت لاتمون ما ياخذوش الوغ كو هو يلزم يكملوا بها خاطر الحاجيات نتاعها نتاع الحديد ونتاع الكالسيوم يكونوا اكثر برشا من المراه العاديه دونك فورسيمون لازمنا نعطيهم اون بتيت سوبليمونتاسيون باش نعاونوهم باش ما يصيرش حتى تعكرات وقت الولاده نتاعها انت دكتوره مش قلت الفتره نتاع الماخذه نتاع لي كومبليمون اليمونتير هذوما نتاع الفير ما تفوتش 3 اشهر كان هي باش تقعد تكمل تاخذها حتى الرضاعة ولا مع وقت الرضاعه باش تفوت 3 اشهر دونك نورمال ما يصير شيء احنا ما قلناش تفوت 3 اشهر غير 3 اشهر باش نوصلوا نشوفوا النتيجه بالنسبه للتجدد الذكريات الحمراء اما المراه الحبله لي بيزوان نتاعها اون فير باش يقعدوا عاليين المده هذيك الكل من الدوزيام تريمستر ثوازيام تريمستر واللاليتمون اللي هو ينجم يقعد حتى عامين دونك ما يصيرش يا با دو بروبليم ما نقلقش وقتاش اون ايفالو est-ce que le traitement il est efficace ou elle est c'est à partir du 3e mois اللي هما وقت التجدد نتاع الكريات الحمراء باهي اوكي فهمتك باهي بالنسبه للعبيد اللي عندهم مشاكل في الكليبي يا دكتور اللي عندهم مشاكل في الكليبي فما نقص في الانزيمات اللي هي تحفز النخاع الشوكي باش يخرج الحديد دونك نقص نتاع الاريثروبويتين نوليو احنا نعطيوهم هذه الموليكول هذه من برا دوي خاطر حتى كي تعطيهم حديد ماهوش باش يصير لاسيميلاسيون كوم يل سو دوا دونك ما نجموش نعطيهم حديد هكاكا نعطيهم بلوتو اون سوبليمونتاسيون اون اريثروبويتين سانتيتيك دكتور اسكو العبيد اللي عنده مشاكل نتاع فقر دم ينجم يتحول لهم سرطان دم بعد ولا لا؟ لا ينجم سرطان الدم يتسبب في انيمي بالعكس معناها مع الافرازات نتاع النخاع الشوكي هو ينجم يكون نقص في الكريات الحمراء والا نقص في لي تخوا لينيي معناها الكريات البيضاء والصفائح والكريات الحمراء كلهم اما واحد من لي سيني نتاع لا لوسيمي باغ اكزومبل سي لانيمي دونك هذيك علاش نقولوا المريض ما يمشيش ياخذ واحد دواء لازم يمشي للطبيب نتاعو باش يشخص شنو هو الاسباب نتاع الانيمي هذه في الميكرو تروتوار فما شكون قالت دكتوره العبيد اللي عندهم فقر دم ما ينجموش يتبرعوا بالدم اسكو صحيح ولا لا وي خاطر انت باش تعمل معناها اون كارونس معناها كاين واحد زدت نحيت له عملت له نزيف معناها احنا مثلا لي باسيون اللي يعملوا عمليه جراحيه باش نفيقوا مثلا اللي فما تعكرات للعمليه الجراحيه كي نعاودوا نعملوا النيميراسيون دو فورمول سانغين وتلقى فما نقص في الكريات الحمراء اون كور دو روت معناها قاعد يل بير دو سون احنا كي ناخذوا لهم دم للتبرع نتاع الدم فورسيمون باش نحيوا لهم كميه من الدم اللي حاجتهم بها هما باش نسغلو جوست مازال دقيقه في عمر لي ميسيون دكتور نحوصلو لبيزوما ونعطيهم شويه هكا تدابير وقائيه وكيفاش نجمو نتلهو بصحتهم فيما يخص الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو فقر الدم في الكونسي دو جور كونسي دو جور تفضل دكتوره باول حاجه نقولهم اللي عنده اي اعراض من اعراض فقر الدم كما قلنا شدو شفو والا تكسر نتاع الاظافر نتاعو والا الدهشه وتعب كبير عند المجهود والا سينيومون ديما وقت لي ريغل والا وجيعه في المعده وقلق في الدخول للحمام وكل شيء اول حاجه يعملها يمشي يتفقد الطبيب نتاعو يقولوا على الاعراض هذوما الكل وهو اللي يشخص سبب نتاع الانيمي وهو اللي يعطي العلاج راه ما نستهنوش بيه راه ينجم يخبي وراه حاجات خطيرين دونك سي لو سومي دايسبرغ ما لازمش نشوفوا الانيمي اكهاو نشوف شنو وراها كهاو ولا اليمونتاسيون التغذيه بربي اليمونتاسيون لازم نعرفوا اللي اهم المصادر نتاع الحديد هما المصادر الحيوانيه دونك اصفر العظمه والكبده واللحم الاحمر كبده الدجاج اليوم حقيقه هي احسن لا اي هما اي كبده اما في بالي كبده الدجاج اكثر واحده فيها حديد وبه ونافع كيف كيف لا دي فيها اختي
دونك يا با دو بروبليم هذيك الحاجه اللي تطمن دونك كيما تاخذ كبده دجاج كيما تاخذ كبده علوش ولا بقري لا ديفيرونس سي لو غرا اللي في وسطهم سي تو اما الكونتيتي دو فير سي براتيكمون لا ميم شوز بي يعطيك صحه دكتوره الله يخليك بارك الله فيك على المعلومات هذيا بارك الله فيك يعيشك يعطيكم الصحه انتوما ان شاء الله رمضانكم مبروك وتسموه بالصحه ان شاء الله عايشك الله يخليك يعطيك الصحه ميرسي لشيماء في الاعداد ميرسي لنور في الاخراج ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في كنت معاكم هجر الحناشي باي باي في الامان من 11 نص النهار الو اي اف ام سبيسيال سانتي رمضان